مكتب الإعلامي الموحد لواء شهداء دوما من قلب جبهة الخابون في العاصمة دمشق. يعطيك العافية أخي الكريم. تحكي لنا عن هذا السلاح. هذا مدفع بي 10 مضاد دبابات 72. عم تستخدموه التعامل مع الدبابات من النظام؟ استخدمناه مرتين بتاريخ اللحظة والحمد لله توفقنا فيه. الحمد لله. هذا اغتنام ولا صنع محلي؟ هذا صناعة محلية، صناعة مدينة دوما. تصنيع محلي؟ تصنيع مدينة دوما. يعني تم تصنيع أسلحة ثقيلة يعتبر هذا القاذف. سلاح ثقيل ويعني بيعادل الأصلي. ايه عم يجدي مع الدبابات عم يدمرها بالكامل الحمد لله. الحمد لله. الله يعطيك العافية.